la société. ها هو قطاع السياحة في الجزائر يتعزز بمنشأة فندقية جديدة من المستوى العالي هنا في مستغانم. كان الموعد مع افتتاح فندق جديد من العلامة الجزائرية المعروفة أزاد، ليكون بذلك أحد أفخر الفنادق ليس في هذه الولاية فقط بل عبر كامل ربوع الوطن. نحن جد سعداء بتدشين خامس وسادس فندق لسلسلة أزاد أوتيل، هذين المشروعين الهامين لولاية مستغانم بصفة عامة. هاتين المنشآتين السياحية سوف تساهم دون شك في تنمية قطاع السياحة في هذه الولاية، وكذلك في خلق مناصب شغل أكثر من 1000 منصب مباشر وحوالي 2000 منصب غير مباشر. هذا الفندق الذي يتجاوز المفهوم العادي للفنادق ليكون مجمعا سياحيا متكاملا، سواء من حيث المرافق العديدة والكثيرة التي يضمها أو من خلال خدماته عالية المستوى والجودة، ترشحه ليكون الوجهة الأولى للسياح الجزائريين والأجانب خلال موسم الاصطياف المرتقب. تمنون التوفيق ومرحبا بكم كل العائلة الجزائرية وكل سياح جزائريين والأجانب، مرحبا بكم على أزاد أوتيل. وتحتوي المنشأة السياحية الجديدة على 315 غرفة مجهزة بأحدث التكنولوجيات والتقنيات على غرار جميع مرافقه من مسابح وحمامات ومطاعم وقاعات للرياضة والترفيه وأخرى للاجتماعات واللقاءات الرسمية وغيرها. ومثل كل الفنادق الفخمة والراقية، يحتوي أزاد مستغانم على جناح ملكي وغرف ببصمة عصرية خالصة. وما يلفت الانتباه أكثر، في مختلف أجنحة وغرف الفندق مئة لوحات من الفن الحديث التي تزين جدرانها. كما يحتوي هذا الفندق على حظيرة مائية كاملة تقدم خدمات راقية وتتوفر على كل المرافق الضرورية لتكون متنفساً للعائلات الجزائرية وحتى الأجنبية التي تقصد الساحل المستغانمي في موسم الصيف. وتساهم هذه المنشأة الجديدة في توفير مناصب شغل جديدة من خلال توظيف أزيد من 1000 عامل. المجموعة الفندقية أزاد بصمة جزائرية خالصة في عالم الفندقة والسياحة، واستراتيجية توسعية مستمرة ومتواصلة، والهدف وضع الوجهة الجزائرية ضمن أهم الوجهات في منطقة جنوب المتوسط.